السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا رغم هذه ليكيب ولا 11 مونديال، يعني تحوس يعني على الاستثمار في الأحداث فقط. هذه ليكيب ولا 11 مونديال، ولا كاين واحد اللي سيت من فرنسا، حتى هذو كاين تاع العاهله تاع اليوتيوب الجزائريين، وين يحوسوا الاستثمار فقط في احداث برك. هذا مكان وين ليكيب فولام يحاول ضم حسام عوار قبل نهايه الانتقالات الصيفيه، يعني قبل نقولوا بلي من الغدوه ان شاء الله، يعني كلش يبان من الغدوه ان شاء الله. وين يحاول نادي فولام ضم حسام عوار لاعب اولمبيك ليون الفرنسي في الساعات المتبقيه من فتره الانتقالات الصيفيه. يعني يمكن نشوفوا يعني احداث مكاش لي على بالها. شوف على عوار راني نهضر، مكاش لي على باله. انا واحد من الناس والله ما على باليش كاين من العائله تاعهم وقراب ليه، والله ما على بالهمش كاين الاداره مع وكلاء يعني تاع اللعاب، والله ما على بالهم. مشي الوكلاء ما على بالهمش، ولا عوار ما على بالهمش، الناس اللي قراب العوار ما على بالهمش، ناس فاميلته ما على بالهمش كاين، والله ما على بالهم. انا نعطيكم الرسمي وين نقولوا بلي مازال ما بانتش. حنا ننتظروا لعاب هذا اللي ينجم يروح، ينجم يقعد في ليون، ينجم يزيد سنه وخده اخرى، خاطش عليه وين اوليس يبحث عليه يزيد سنه في طوي يبيعه مغارض. اللعاب يبحث على الخروج، بالك يبحث على الخروج، يبحث على عقد يعني الزياده في الشهر تاعو، في الدراهم، في الاموال تاعهم، لي بريم تاعهم كاين بزاف صوالح. وذكرت لي جريده ليكيب ان فولام يحاول اقناع ليون بالتخلي عن عوار قبل نهاية فترة الانتقالات. وأوضح التقرير أن ليون يطلب 15 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه، فيما يرغب فولام في تقليص المبلغ. هي 15 مليون قادرة تولي في 10 ملايين لاعب إلا ما بغاش يزيد مع ليون، ما بغاش سنية كونترا، خاطش كونترا تاعو يعني تكمل 30 جوان 2023، بصح في جونفي يولي حر، يولي حر قادر ينيغوسي مع ايكيب، يكمل مع ايكيب، يكمل الكونترا تاعو ويروح باطل. ليوم ما استفادش منه، وأوليس هذه يهبل عليها تاع ليوم، ما يستفادش يهبل عليها، باش يكون على بالكم. خاصة ليوم في هذه المواسم الأخيرة يعني ما شاركش، ما داش شامبيونا ولا دا لاكوب ولا دا، ما شاركش يعني ما داش، خاطر وصل دومي فينال يعني دا أموال، بصح ساهل على بالك بلي كي توصل دومي فينال المربع الذهبي فيها أموال شامبيونز ليغ، باش يكون في علمكم، ماشي غير هكا باش توصل. على ذلك نقولوا بلي ما استفادش بزاف من اللاعبين اللي عنده. وأوضح التقرير أن ليون يطلب 15 مليون يورو مقابل التخلي عن لاعبه، فيما يرغب فولام في التقليص المبلغ قبل أيام. وذكرت شبكة راديو مونتي كارلو أن عوار وافق على الانتقال إلى نوتنغهام يعني الإنجليزي. وذكرت الشبكة الفرنسية أن عوار اقترب من انضمام إلى فريق الإنجليزي عريق الذي عاد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وأوضح التقرير أن المفاوضات بين نوتنغهام وعوار نفسها انتهت بالنجاح، وتبقى موافقة ليون على الرحيل عوار البالغ من العمر 24 عام، لكن الصفقة لم تتم بالنظر إلى أن عوار دخل يعني عامه الأخير من عقده، فقد يرحل مقابل مبلغ قليل. وقبل أسابيع ذكر موقع كاتيو الإيطالي أن نادي النصر السعودي قدم عرض لنادي ليون يعني من أجل التعاقد مع حسام عوار مقابل 10 ملايين يورو. وأوضح التقارير أن النادي الفرنسي رفض العرض النصر، وطلب بزيادة العرض المقدم لعقد مع عوار. شوف هذو اللي سيت هذو الناس هذو يعني كاين فيها إشاعات فقط، والحمد لله يا ربي. انا قال لك نوتنغهام راه قلت لكم كاش منها، قلت لكم بيتيس مازال قضيه عدراهم، روما قضيه عدراهم،
يعني كاين قلت تونس روح تونس قلت لكم ما كاش منها كاع النساء اللي كاع ما كاش منها هي صار لها كيما لونترينير تاعنا باه يروح يقدم مارسي وسليماني باه يلعب في يونايتد وعطل باه يلعب في البارسا هذه غير كيف كيف ما كاش منها. واشار الى ان الفرنسي يعني روديو المدرب بالنصف الحالي وليون السابق هو من يتولى مسؤوليه اقناع حسام عوار بانتقال للدور السعودي. عوار لعب مع ليون الموسم الماضي 43 مباراه سجل خلالها 8 اهداف وقدم 4 تمريرات حاسمه فيما شارك هذا الموسم في مباراه واحده بموسم جديد. عم لاعبين وقيلا 4 تاع لاعب مباراه راه يتريني راه منا ما كاش مشكل. حنا المهم عوار وين اكتو كيفاش وين الناس كان اللي راه يقول لك بلي عوار بسبب ازمته مع ليون غادي ما يكونش في ليكيب ناسيونال وما يكونش لا عوار يكون ان شاء الله بربي في ليكيب ناسيونال. عاد لي عوار هذو ما عند هذو ماشي قضيه تاع لازم يلعبوا هذو هي قضيه باش يجوا يلعبوا برك باش يجوا باش نجيبوهم هذه الخطره يعني يجوا في القائمه يجوا في التربص يدخلوا التربص ومن بعد ربي فيها الخير ربي يدير فيها الخير هذا مكان بعد خطره اخرى من لاعب ولا عامل ما يولوش يلعبوا المدرب يطبق القوانين تاعو في هذو زوج هذا الخطره برك هذا مكان. المهم هذو اللعابه يكونوا واجدين للمنتخب الوطني ويجوا اول مره التربص تاعهم يعني ومن بعد كاين خدمة هما بروحهم غادي يخدموا يهدر معاهم المدرب يكمل معاهم يعني ويعطوهم يعطو يعني يمد المشروع تاعو ومازال ما هدرش معاهم واحد هدر صح مازال ما تلاقى مازال ما هدرش معاهم مازال ما هدرش معاهم لليوم هو كي يجوا لهنا غادي يهدر معاهم يقصر معاهم غادي يكون اجتماع معاهم ويكون اجتماع مع رئيس اتحادية يعني فيها سبونسور فيها بزاف صوالح ماشي غير هاك فيها بزاف صوالح ماشي غير هاكا فيها سبونسور من حق اللاعب خاطش على كاع اللعابه داير لي سبونسور المدرب داير سبونسور كاع الناس داير لي سبونسور من حقهم عضو في الاتحاديه الجزائريه لكره القدم دوموندا دراهم قال لهم خلصوني هذاك تاع مقرا قال لهم اعطوني دراهم قال لهم انا ما نخدم على روحي اعطوني دراهم خاطش كاع الناس تدي شو لعبنا مع زيمبابوي مع زومبيا ومع بورتسوانا الناس دات 61 مليار هذه تاع التأهل برك بلا لي بريم تاوعهم لي فري تاوعهم داو 61 مليار قسموها بيناتهم علاش جا علاش بالماضي عيط العطال كي يسموه الفيغولي كان مبليسي في التربص تاع قاطر مبليسي مدقدق وجاب عيط له فتو يدي فتو يدي لاسون تاعها فاني فتو عيطو دراهم على نبدا نقول لكم انا ما كاش لي راه يصدق علينا وان شاء الله بربي ما كاش لي يصدق علينا هذه هي ما خاصناش مجامل ما خاصنا مجامله من عند واحد كان يقول لك لا ما تنساوش لا ما نساوش احنا ما ننساو لا خالة والو ما وكلونا ما والو احنا نلعبوا كرة قدم خلصوا داو دراهم صايي شو موراه وكلك ولي تصبح مين تنوض تصيب القبيبة تاع الحليب وخمسة وخبز وفيري تايم تاعك لا لعبوا هو لعبوا صحتهم ودراهم وتحواس وكل شيء ما تعطيش دراهم ما يجيكش ما تعطيش دراهم ما يجيكش مهما كان ما تعطيش دراهم الله ما يجيك الناس قاعده تخلص وما تعطيش دراهم الله ما يجيك الضربه تاع قاطر اللي قعدوا حتى النهار التالي باش هودوا الكاميرون حنا فما كاين اللي ولا يقول لك لا شو التناقض كي داير كاين اللي ولا يقول لك لا الطبيب والمساعد تاعو راهم مرضى ما يقارعوا لهم كاين اللي ولا يقول لك لا يقارعوا البلايلي فيه كورونا يبرا يهود كاين اللي ولا يقول لك لا يقارعوا المحرز وهي لا كانوا يقارعوا يبارسوا لهم 61 في لي كونت تاعهم كل واحد عارف شحال يدي في الكونت تاعو كي دخلت صونات عنده في التليفون قلعت الطياره هذه باش يكون على بالكم هذه مثالي كاع نقولها لكم ونتحمل المسؤوليه تاعي واش راني نهدر راه الله يسهل عليهم من حقهم يدوا الدراهم ما يدوش الدراهم اللي يسهل عليهم بصح ما كاش اللي يقول لك بلي ودي ما تنساش الخير ما كاش كاع الخير الخير ما كاش الخير تاعنا هو اللي مخليهم هذا مكان كاش اللي يجي يغلطكم من يجي انا المهم جا عوار يجي عدلي ومليها يعني تتسقم وحدها ان شاء الله بربي تتسقم وحدها هذا مكان.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا الفيديو، وان شاء الله بربي ديما معكم بجديد، وربي يحفظكم وصحيتكم.